هذا وتتواصل الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية في عشرات المحافظات والمدن الإيرانية احتجاجا على سياسات النظام الإيراني في التعامل مع أزمته السياسية والاقتصادية. ويتواصل الإضراب الشامل لسائقي الشاحنات في عدد من المدن الإيرانية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، فيما تشهد عدد من المدن والمقار الحكومية احتجاجات مستمرة منذ أسابيع تنديدا بسياسات النظام الإيراني ونهبه لأموال شعبه لتمويل مشروعه التوسعي في المنطقة. وأكد المتظاهرون أن النظام الإيراني يتحمل وحيدا مسؤولية سياساته الفاشلة على المستوى الإقليمي والدولي، وما تعيشه إيران حاليا من عزلة دولية متزايدة ستكون سببا في إسقاط النظام. هذا وتعيش إيران أوضاعا مضطربة منذ نهاية العام الماضي، زاد من حدتها الإصرار الأمريكي على مواجهة سياسات النظام الإيراني من خلال انسحابه من الاتفاق النووي، إضافة إلى السخط الشعبي المستمر.